محاضرة اليوم هي من تقديم الدكتورة فاطمة هاني. للتذكير، محاضرة اليوم عنوانها كيفية كتابة المقال السياسي في اللغة الأجنبية ضمن المحور الثاني تحليل المقال السياسي. وللعلم فالدكتورة فاطمة هاني هي حاصلة على الدكتوراه من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية، تخصص لغة والترجمة، وتعمل كمحاضر للعديد من المراكز والجامعات المصرية، وهي محرر ومدقق لغوي بالعديد من المجلات العلمية الدولية، وتشتغل كمترجم معتمد بالجمهورية العربية المصرية لدى دوائر ومؤسسات رسمية مرموقة. برنامج الدبلومة هو مستمر، وأكون جد سعيد بأن تبدأ الدكتورة هاني فاطمة بتقديم أوراق الحصة. تفضلي دكتورة مشكور. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا لحضرتك. مساء الخير لكل السادة الحاضرين، وأنا طبعا بشكر الدكتور على المقدمة. وزي ما الدكتور يعني وضح إنه إحنا النهاردة بإذن الله هيبقى معانا الجزء الثاني للمحور الثاني في هذه الدبلومة الخاص بالكتابة، كتابة المقال السياسي باللغة الأجنبية، وهي طبعا هتبقى التركيز كله اليوم هيبقى على اللغة الإنجليزية. دكتور لبنى طبعا بدأت مع حضراتكم يوم الثلاث في الجزء الأول، وكانت بتتكلم على الكتابة، كتابة المقال الدبلوماسي ولكن باللغة العربية. طبعا أنا يعني شرفني وأسعدني إن أنا حضرت جزء من السيشن اللي قامت بيه أو قدمته الدكتورة لبنى. وطبعا هي استعرضت، الدكتور لبنى استعرضت، كان الجزء الخاص بيها اللي هو متعلق ب كتابة المقال السياسي، ولكن هي طبعا تناولته من منظور معين، ألا وهو منظور، خلينا نقول منظور بحثي بحت. لكن النهاردة أنا طبعا هكمل أو هأضيف بإذن الله على ما بدأته دكتورة لبنى. ويعني منظوري او البرسبكتيف، ماي اون برسبكتيف، يعني هيبقى مختلف شويه عن منظور الدكتوره لبنى. انا طبعا هيبقى الفوكس، ماي اون فوكس، على انواع الكتابات واشكالها بالنسبه لي باللغه الانجليزيه، الكتابه الدبلوماسيه باللغه الانجليزيه او باللغه الاجنبيه. وطبعا انا منظوري هيبقى linguistic perspective، يعني منظور لغوي بحت. وهنستعرض مع بعض طبعا، يعني خليني اقول انه هي هتبقى general idea، a brief general idea، لانه السيشن طبعا ساعتين، الحقيقه مش هتتسع انه انا ابدا ان انا اتاكل او يعني استعرض مع حضراتكم جميع الانواع، لانه طبعا في انواع كتيره جدا من المكاتبات الدبلوماسيه، أو زي ما بنقول كده الـ diplomatic correspondences، أو في أنواع عديدة. وخليني أقول لكم كمقدمة أو كتمهيد للمحاضرة إنه ليها أشكال وليها قواعد متعددة، يعني ممكن إن كل يبقى في سيشن يعني منفردة لكل نوع من هذه الأنواع. فطبعا أنا بالنسبة لي مش هيتسع الوقت إن أنا أتناول مع حضراتكم كل الأنواع، ولكن أنا استعرضت الأنواع الشائعة أو الأنواع اللي هي متعارف عليها أو المتداولة، مع يعني محاولة تلخيص كده إيه هي القواعد العامة لغويا في اللغة الإنجليزية، عشان نبدأ إحنا نكتب أو يبقى في ردود يعني بشكل طبعا احترافي باللغة الإنجليزية. أستأذن بس حضرتك يا دكتور دلوقتي، إحنا محتاجين، أنا محتاجة إنه حضرتك تظهر لي الباوربوينت.
لحظة دكتورة، هو انا بحاول من عندي بس مش عارفه هل هيظهر ولا لا. ظهر لحضراتكم السكرين ماي اون سكرين ولا لا؟ هل هي ظاهره عند حضراتكم دلوقتي؟ ظاهرة تمام دكتورة، تفضلي. واضح تمام طيب انا خلينا كده نبدا بورمر. طبعا احنا يعني عشان نبدا نجهز ذهننا يعني لاستقبال المحاضره، فانا طبعا كنت حابه الحقيقه ان انا خلينا الاول نتكلم مع بعض كده مع الساده الحضور، وكنت حابه اعرف يعني انا طبعا الانترودكشن اتشرفت بمعظم الساده الحضور لما دكتور لبنى طلبت من حضراتكم التقديم او التعريف بانفسكم يعني. لكن انا حابه جدا طبعا انا هختار او هتناول الشق بتاعي اللي هو المحدد اللي هو شق اللغه الانجليزيه، فكنت حابه انه انا اعرف يعني ايه مستوياتنا في الانجليش، وهل احنا بنتعرض انه بنتعامل او that you practice او فعلا بنتكلم بنمارس اللغه الانجليزيه يعني how often do you practice your English language، يعني ايه مستوياتنا كوورمر برضو الأول إن إحنا نبدأ إيه ناخد كده إيه نفك التلج ونبدأ إن إحنا المحاضرة بتاعتنا يبقى ذهنكم مستعد لاستقبال المحاضرة. فأحب أسمع من حضراتكم، حد يحب يبدأ؟ انا كنت عايزه اعرف مستويات حضراتكم في اللغه الانجليزيه يعني هل بنستعمل في الكتابه فعلا اللغه الانجليزيه ولا لا؟ اتفضل. انا سامع حد بيحاول يشترك معانا، اتفضل او اتفضلي. الدكتورة من سهيلة من اليمن، أنا حافظ درجة التوفيق جديدة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، وإنما بس ممارسة لها بشكل كبير في مجال. استاذ سهيل او دكتور سهيل من فضل حضرتك مثلا تعالي صوتك شويه، لانه انا الحقيقه يعني مش مميزه قوي الكلام اللي حضرتك بتقوله. لما ذكرت لك يا دكتورة، أنا حاصل على توفل في اللغة الإنجليزية، أجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، إنما في جانب الكتابة ممارستي لها محدودة. محدوده. تمام تمام طيب وحضرتك بالنسبة للليفل يعني حضرتك بتتحدث بطلاقة، هل حضرتك تلقيت أي دورات تدريبية أو أي كورسات، ولا هل هي كلها كانت معتمدة على سيلف ستادي؟ لا، على العكس، أنا حاصل على توصل الاي بي سي، حصلت عليه قبل ما تمام. طيب هو ده هيسهل عليا كتير، انا طبعا يعني مهتميه الحقيقه ان انا اعرف your backgrounds على اساس انه اعرف الليفلز في اللغه، بحيث انه انا اعرف ادير الجلسه يعني بشكل يبقى انا طبعا في ترجمه للسلايدز معظمها بالانجلش وبالعربي، لكن عشان ابقى اقدر ان انا اتعامل مع جميع الخلفيات المختلفه والمستويات المختلفه في اللغه. شكرا لحضرتك يا دكتور سهيل. في حد تاني يحب يعني برضو يعرف عن نفسه بالنسبة للغة وكده؟ طيب هو احنا انا بس حابة انه انا اعلق تعليق معين هو في بداية السيشن، وهو هيبقى الحقيقة مهمة قوي، ان هو السيشن هو معتمد انا طبعا هتكلم وكل حاجة، لكن في حاجات عشان يبقى السيشن مثمر وفي نفس الوقت حضراتكم تستفيدوا هنبقى محتاجين انه يبقى تو واي انتراكشن، بمعنى انه يعني هناخد وندي مع بعض كده في الكلام زي ما احنا بنقول. فطبعا انا يعني مش طالبة من حضراتكم ان احنا نتكلم ان انجلش او حاجه زي ما دكتور سهيل عمل، يعني خلينا نتكلم مع بعض باللغه العربيه، لكن حابه اتعرف على المستويات او الخلفيات المختلفه، فهل حد يحب ان هو يعني يعرف عن نفسه او تعرف عن نفسها؟
طيب تمام. مساء الخير. أنا تفضل تفضل. مساء الخير، أنا علاء الدين عفارة، دكتوراه في الدراسات السكانية والتنموية، أهلا وسهلا يا رب. سوري مقيم في ألمانيا. نعم، مستواي باللغة الإنجليزية بيتو، لكن كوني حاليا أتلقى كورسات اللغة الألمانية، فأشعر تدريجيا بأن اللغة الإنجليزية تتجه نحو يعني ضعيفة نوعا ما مقارنة باللغة مستوى الألمانية. الأقل. نعم صحيح، لكن هي تمام اتفضل. تفضلي. هي المشكلة طبعا في اللغة، ويمكن ده اللي انا استشعرته هو من طول الوقت، انه انتو that you respond to my question. انا استشعرت انه بالفعل بيبقى في نوع من انواع الـ يعني المقاومة، او ان الناس بتبقى متخوفة انها ترد، على الرغم من ان السؤال، يعني انا ما استخدمتش اللغة الانجليزية صحيح وانا بتكلم باللغة العربية، الا انه الناس بيبقى في نوع من انواع الاحجام كده على انها ايه تتكلم. تمام، صحيح. شكرا لحضرتك يا دكتور. طيب هل حد تاني يحب ان هو يعرف عن نفسه؟ إذا سمحت، عندي تفضل نقطة صغيرة. تفضل. أعتقد نحن كشعوب عربية بشكل خاص لدينا عقدة الخجل اتجاه اللغة الأجنبية. جدا نعم، هذا ما جدا لمسته يعني أيضا هنا في ألمانيا. يعني لما أحاول أتكلم باللغة الإنجليزية، الطرف الآخر يعني لديه خبرة في اللغة الإنجليزية، ولكن يحاول دائما استبعاد اللغة الإنجليزية، باعتبار كما تعلمين بأنه الألمان لهم، خلينا نقول لديهم عقدة تجاه اللغة الإنجليزية بشكل خاص. أو نعم، فلذلك يعني تم تحييد هذه اللغة بشكل أو بآخر، طبعا بشكل غير مباشر. فلذلك اضطررنا بأنه نلتحق بكورسات اللغة الألمانية لإثبات وجودنا نوعا ما، ولتأمين فرصة عمل أيضا. فهذا الأمر. ولكن بالوسط المحيط بي وجدت بأنه معظمنا نحن كعرب لدينا هذه العقدة، بأنه لما نتكلم مع الأجنبي بأي لغة كانت نشعر بنوع من الخجل، أو بالفعل بنوع من الارتباك، أو بنوع من صحيح الاستحياء. طبعا الاستحياء صحيح الإيجابي نوعا ما. صحيح نعم يا دكتور. وهو على فكرة، يعني أنا معظم الوقت لما بيبقى الطلبة بيبقى هي دي المشكلة، وبيقولوا إنه فعلا إحنا بنتكسف جدا، وخصوصا يعني لو هنتكلم غير حتى مع نيتيف سبيكر، خلينا نقول مع نون نيتيف سبيكر، مع حد تاني، إن أنا تو براكتس، الناس بيبقى عندها فعلا العقدة أو الخجل زي ما حضرتك قلت كده، إن هما يتكلموا خوفا من الخطأ. فهي صحيح. المفاجأة بقى في الموضوع كله، انه عشان يعني كلنا نبقى حاطين المعلومة دي في ذهننا، النيتيف سبيكر هو ما بيبقاش واقف بيسجل لحضرتك، حضرتك عملت كام غلطة في الجرامر، حضرتك عملت كام غلطة صحيح. في التنسز، او حضرتك عملت كام غلطة في برونانسيشن، او ليه بقى هو كل تركيزه على انه يبقى في كوميونيكيشن او في تواصل ما بين حضرتك وما بينه، وانه التواصل ده يبقى سهل. صحيح. فهي على فكره جزء كبير جدا من التغلب على مشكله الخجل دي، خلاص احنا بنتكلم ودون بقى الاخذ في الاعتبار قصه انه انا هغلط، وان هو قاعد ماسك لي انا بالظبط عملت كام غلطه وقلت كام حاجه غلط والكلام ده كله. فيعني ارجو طبعا، هي تيب صغيره كده، هي طبعا بعيد عن موضوعنا، لكنها هي تيب مهمه انا شايفه في رايي، انه نحاول ان احنا على قد ما نقدر نشيل البارير او الحاجز ده ما بيننا وما بين اللغه، وبعدها هنبدا نفتح مخنا تماما، لان احنا نتعلم ونكتسب كلمات ونكتسب قواعد، وهيبقى الموضوع سهل كتير. تمام، انا مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، بس انا حابه زي ما حضراتكم شايفين السلايد معانا، انا كنت محتاجه بقى دلوقتي، احنا يعني نوعا ما انا عرفت اتنين من حضراتكم ايه المستويات، فالدنيا يعني لبقت بيها. هنا هنلاقي دي abbreviations لأسماء منظمات، أوكي؟ فأنا كنت حابة إن أنا مش هختبركم، بس أنا بتحداكم، يعني I'm challenging you إنه حضراتكم تقولوا لي إيه الـ abbreviations للمنظمات دي؟ يعني عدت علينا أو كده، كنوع من أنواع برضو تحضير ذهن حضراتكم، لأن إحنا نبدأ ندخل في موضوع المحاضرة، وهو طبعًا ليها علاقة
بالعلاقة بالسياسة والدبلوماسية، يعني نفس الايه التركيز بتاعك. فأنا ممكن أدي لحضراتكم مثلا دقيقتين ونبدأ إن إحنا نستعرض مع بعض إيه هي الابريفيشنز دي اختصارات لأسماء منظمات. أوكي، فأنا محتاجة من حضراتكم تقولوا لي اسم المنظمات دي باللغة بالإنجلش طبعا، يعني الاسم كامل. تمام، حضراتكم فاهميني؟ لو حابين ان احنا نستخدم الشات مفيش مشكلة، يعني بدل ما نتكلم ممكن ان احنا نكتب كده. اول حاجة السي او اي، فانا هدي بس حضراتكم دقيقة عشان حضراتكم تبدأوا تشوفوا كده اختصارات ايه، يعني ايه اسماء المنظمات بالكامل بقى. إذا سمحتي، غير موجودة على الشاشة. مش ظاهر لحضرتك السلايد؟ ما ي... غير موجودة، نعم. فقط موجودة الصفحة الأولى، دبلومة التدريبية حول قواعد التأهيل في السلك اه الدبلوماسي المصري. طيب، هي المشكلة ان انا I'm not the host، وبالتالي انا I cannot، بس هو ظاهر عندي ان انا I'm screen sharing، فمش عارفة بقى. طيب خليني بس اشوف كده. سأحاول الخروج ثم الدخول مرة أخرى. طب اتفضل اتفضل. باقي السادة الحضور، هل حضراتكم بتواجهوا نفس المشكلة برضو؟ انه السلايد مش باين عند حضراتكم؟ سلايد واضح دكتورة، واضح واضح. جدا. طيب انا شايفة كمان في ردود في الشات. طيب حلو قوي. انا شايفه، معلش انا اشتغلوا عادي، بس انا شايفه الشات في ناس اهي بدأت ترد. اوكي حلو حلو تمام. لو حابين تستخدموا الشات ممكن احنا نقول او نكتب زي ما حضراتكم الاريح ليكم يعني. So, are you done? هل انتهينا من معرفة أو التعرف على إيه هي الابريفيشنز دي أو الاختصارات دي للمنظمات؟ هل الموضوع سهل ولا صعب بالنسبة لحضراتكم؟ آه يس يس. طيب في حد عرف أهو الأولانية European Union، حلو قوي EU. All right. طيب what about the first one and the rest of them. I'm waiting for your answers, right? Perfect. Yes. This is correct again. اللي هي FAO أو FAO اللي هي United Nations Food and Agriculture Organization, right? يبقى كده احنا خلصنا اتنين، فاضل لنا تلاتة. بس برضه هو دكتور سهيل هو اللي معايا بس. فين بقية السادة الحضور؟
هنبدأ حد عارف بقية الابريفيشنز ولا بالنسبة لنا؟ يس، IMF International Monetary Fund، يس، اللي هو صندوق النقد الدولي. This is correct and it's Dr. سهيل again برضو. تمام. And yes, طيب حلو قوي. في عندنا كمان COE، this is the Council of Europe. This is correct again. مجلس أوروبا. يبقى كده فاضل لنا، متهيألي هي أسهل واحدة. It's the last one. Can you guess this one؟ Okay, this is the NATO طبعا، اللي هي North Atlantic Treaty Organization. Okay, and that's it. تمام. طيب خلينا بقى نبدأ ونشوف كده. أنا بس كنت بحاول يعني أحضر حضراتكم للسيشن. طيب زي ما قلنا النهاردة بإذن الله إحنا هنتناول بإذن الله الكتابة الدبلوماسية وإعداد التقارير وصياغتها بصورة يعني مش هنقول طبعا احترافية، لأنه زي ما قلت لحضراتكم الموضوع هيحتاج أكتر مور ذان وان سيشن عشان نبدأ إن إحنا نحترف الموضوع ده. لكن أكيد في جايد لاينز أو في رولز معينة نبدأ إن إحنا لازم نعرفها، إيه نوع الكتابة وفي نفس الوقت إيه يعني اختلافات كل كتابة عن الأخرى عشان نبدأ إن إحنا نعرف نصيغ الكتابات دي. اوكي. طبعا هي كانت دكتور لبنى قالت انه احنا بالفعل عشان يبقى في عندنا ان احنا نعرف اي لانجوج، من المهم جدا انه احنا يبقى في عندنا فور سكيلز او اللي هم الاربع مهارات. اوكي. زي ما دكتور لبنى، حد يقدر يفكرنا كده دكتور لبنى قالت ايه؟ ايه هي الفور سكيلز اللي احنا محتاجينها؟ طيب تمام، عندنا listening، عندنا speaking اللي هي في الاستماع والتحدث، وفي عندنا reading and writing اللي هي الكتابة والقراءة. يبقى دي كل دي الفور سكيلز اللي احنا اي حد محتاجها عشان ان هو يبدأ ان هو نقول انه بيتكلم او بيتعامل باللانجوج دي. طيب انا النهارده هيبقى my focus هيبقى is going to be on one of these four skills اللي هي يعني سكيل واحده اللي هي الخاصه بالرايتنج او الخاصه او المتعلقه بالكتابه. طبعا عندنا انواع الكتابه كتير، يعني في مكاتبات انواع عديده للمكاتبات، لكن احنا النهارده زي ما قلنا دي التركيز بتاعنا على اللي هي diplomatic writing. طيب خليني اقول لحضراتكم ان السيشن او العرض التقديمي ده الباوربوينت دي هتتناول النقاط التاليه. طبعا في البدايه هيبقى فيه زي نوع من انواع التمهيد الاول، وبعد كده هعرف حضراتكم بايه هي الكتابه الدبلوماسيه. تمام. وكمان ايه هي المراسلات الدبلوماسيه والقواعد. طبعا في قواعد محدده ثابته لكل انواع او اشكال المراسلات الدبلوماسيه اللي احنا بنلتزم بيها في اللغه الانجليزيه. واخيرا هيبقى في طبعا، وطبعا هستعرض مع حضراتكم امثله، يعني انا جبت لحضراتكم امثله لي او اشكال المراسلات دي بالانواع اللي هي المختلفه يعني. وفي نفس الوقت في الاخر خالص هنبدا نستعرض مع بعض صياغه المراسلات الدبلوماسيه دي هتبقى ازاي، ان احنا اللانجوج بتاعنا يبقى بصوره مبدئيه. خليني اقول برضو ان هي بصوره مبدئيه ازاي اللانجوج بتاعنا يبقى سليم. طيب في الاول احنا خلينا نقول انه الدبلوماسيه هي فن، يعني في الاول في الاخر هي فن، انه احنا نقدر نتكلم او نقول اشياء. ده عموما طبعا this is in general، مش في السلك الدبلوماسي او في التخصص الخاص بحضراتكم، انا بتكلم ان جنرال دلوقتي، انه هي ازاي نقول اشياء بطريقه تخلي اللي قدامنا طبعا يستمع الينا. وحاجه تانية كمان انه ازاي ان انا ابدا يعني ما اقولش شيء بينما انا بقول الكتير. فهي it's not about being ان انا بتكلم كتير او بكتب كتير، لا. انا طبعا من اهم النقاط المتعلقة بإن أنا أكتب كتابة دبلوماسية بشكل احترافي أو بشكل مميز
الا وهي ايه بقى؟ اللي هي ان انا to be concise and brief، بمعنى ان انا ابقى to the point، محدد تماما. وطبعا ان مفيش وقت ان انا اتكلم في حاجات بره السياق، لازم ان انا ابقى في داخل الايه السياق معظم الوقت. وطبعا هي يعني خلينا نقول ان الدبلوماسيه هي تغطيه ل يعني بعض الحاجات اللي هي الغير حقيقيه، وببدا ان انا اختار كلمات مناسبه عشان اعبر عن الحاجات الغير حقيقيه دي بشكل ايه يعني دبلوماسي، وشكل يبدا الايه الطرف اللي قدامي يتقبل. طب الكلام ده ما بيننا وبين بعض كأشخاص، لكن الكلام ده كمان موجود ومهم وأساسي جدا ما بين الدول وبعضها. فهو يعني دي أهم حاجة، إنه إحنا نبدأ نتكلم مع بعض كدول، ولينا ممثلين يعني يبدأوا إن هم يعبروا عن وجهة نظر رئيس، أو إذا كان سفير أو أيا كان بقى اللي بيعمل فيه السلك الدبلوماسي، يبدأ ان هو يعبر عن وجهة نظر بلده بطريقة طبعا ما يبقاش فيها اي ضرر ولا اي ايه يعني خلينا نقول الصراحة، هو عايز يقول حاجة ولكنه مش عايز يتسبب في مشكلة طبعا للدولة بتاعته. طيب، فهنا زي ما بنقول كده، بالنسبة بقى على المستوى الدولي، لو أنا بتكلم على مستوى الدول، فالدبلوماسية هي طبعا وسيلة، وبتبدأ إنه الدول بتدير ما بينها شؤونها ما بينها وما بين بعض طبعا على مستوى يعني دول أنحاء جميع في أنحاء العالم، وبتبدأ إنها بطريقة بتدار هذه العلاقات او الوسيله دي، بتبدا انها بتبقى بتدار بطريقه تضمن لكل الدول ايه علاقات سلميه، وعلاقات كمان خلينا نقول يعني مش ايجابيه مع الدول بعضها وبعض. طبعا هنا هنقول بقى انه مين اللي بيتعرض للكتابه الدبلوماسيه، غالبا هي بتبقى ايا كان بقى اللي بيعمل في السلك دوا او في المجال دوا، هو ده يعني طبعا بتقع على عاتق المسؤوليه دي وكل الكتابات. وهي عشان كده شيء مهم، الكتابه الدبلوماسيه حاجه مهمه جدا، وبالفعل هي ممكن هي مهاره من الممكن ان احنا نتعلمها، ما فيش مشكله خالص، عشان نحافظ طبعا على العلاقات الدوله اللي انا ممثل بيها، وسواء علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو حتى علمية. يعني ممكن كمان العلاقات العلمية، وإحنا طبعا معظم السادة الحضور ومعظمنا ناس أكاديميين، فأكيد هنبقى متفهمين جدا للجزئية دي. فبنحاول على قد ما نقدر إنه كتاباتنا تبقى بتعزز العلاقات تماما، وإيجابية طبعا لدولتنا أو للدول الأخرى أو لوجهة النظر اللي إحنا بنعبر عنها. طيب، خلينا نتكلم كده يعني عن اللغة الإنجليزية. اشمعنى تحديدا طبعا اللغة الإنجليزية؟ لأنه هو يعني القرن العشرين الحقيقة شهد كان بروز واهتمام كبير جدا للغة الإنجليزية كلغة دبلوماسية، يعني كانت لغة مشتركة للعديد من الدول. ويمكن دكتور اللي هو يعني لسه حاليا احنا كنا لسه بنتناقش في قصه انه في هما في المانيا بيعتزوا طبعا باللغه بتاعتهم، لكن خلينا نقول برضو انه اللغه الانجليزيه هي لغه مشتركه ولغه تواصل ما بين العديد من الدول بعضها وبعض، وهي لغه مهيمنه على فكره ومستخدمه يعني. تمام. طبعا في بعض الدول بتصر على ان هي زي ما هو لسه قال اللغه الالمانيه انها تبقى هي المستخدمه مثلا كمثال، يعني انها تستخدم لغتها، ولكن طبعا التفضيل بيبقى للغه الانجليزيه. خلينا برضو نتكلم على انه النصوص المكتوبه، يعني دلوقتي احنا عندنا اكيد انا بتكلم زي ما قلت لحضراتكم على كتابه، انا ماليش دعوه بكونفرنسز مؤتمرات بايا كان حاجه ليها علاقه بالتحدث. انا طبعا الباوربوينت ده او اللي احنا العرض النهارده او الموضوع بتاعنا النهارده لا يتناول هذه الجزئيه تماما، انما احنا قلنا انه بنركز تماما على النصوص الايه المكتوبه، لان هي طبعا كونها كعنصر اساسي من عناصر الدبلوماسية. Written texts are an essential element of diplomacy. تمام؟
ف يعني زي ما قلنا النصوص هتوفر صلاحيات واعتمادات للدبلوماسي، وزي ما قلنا هتنقل وجهة نظر، يعني وجهة نظر بلده لبلاد او بلدان اخرى. تمام. طبعا في عندنا زي ما قلنا كده في استراتيجيات معينة دي بنلتزم بيها في اثناء الكتابة. انا طبعا يعني مش هعقد، باذن الله الموضوع مش هيبقى معقد لحضراتكم عشان ان احنا نبدا نعرف ايه هي الاستراتيجيات دي، لكن هي حاجات موضوع مبسط جدا باذن الله عشان ان احنا نقدر نقوم بالكتابه الدبلوماسيه بشكل افكتيف او بشكل ايه فعال. طيب خلينا نقول برضو تاني يعني اللي فقد تركيزه او كده، انه ايه هي المراسلات الدبلوماسيه؟ هي بتشير الى التواصل او اتصال رسمي ما بين الممثلين او المسؤولين الحكوميين من ايه من مختلف البلدان. كل دوله بتختار ريبريزنتيف ليها مثلا او حد من الـ from the government or so عشان يبدا زي ما قلنا ان هو يستخدم هذا الدبلوماتيك كوريسبوندنس. خلينا نقول بقى ان الدبلوماتيك كوريسبوندنس اللي هي المراسلات الدبلوماسيه بيستخدم هذا التواصل او الاتصال عشان يحافظ على العلاقات الدبلوماسية وإقامتها. دي حاجة. الحاجة الثانية كمان إنه في، وهنشوف إحنا إنه شكل من أشكال الكتابة الدبلوماسية، حاجة اسمها الـ agreements treaties and agreements اللي هي الإيه؟ اللي هي المعاهدات والاتفاقيات ما بين الدول بعضها وبعض. فبرضو دي بتصاغ بلغة، ولازم يعني لو في حالة إن إحنا بنصيغها باللغة الإنجليزية لازم يبقى ما فيهاش أي نوع من أنواع الغموض، يعني زي ما بنقول كده in English ما تبقاش فيها ambiguity. ambiguity يعني حاجة غامضة، ما تبقاش غامضة، لازم تكون البنود صريحة وواضحة. وفي نفس الوقت إحنا طبعا لما هنعمل الكتابه الدبلوماسيه او الدبلوماتيك كورسبوندنس دوت، احنا بنتبادل اكيد وي اكستشينج انفورميشن. يعني لو هستعرض مع حضراتكم انا جايبه امثله على مثلا في الريبورت او في التقارير، وهي نوع من انواع، تعتبر نوع من انواع الدبلوماتيك كورسبوندنس او المراسلات او المكاتبات الدبلوماسيه، فاحنا فيها بيبقى فيها بعض المعلومات وبنعرض المعلومات دي عشان يبقى فيه اتخاذ قرار. تمام. طيب خلينا نقول انه عموما عشان زي ما قلت لحضراتكم كده انا يعني عايزه ابسط الامور as much as يعني as possible، انه المراسلات الدبلوماسيه ليها ثلاث سمات مهمين جدا. فالوضوح اهم حاجه زي ما قلنا، والوضوح ده اكيد هيبقى عن طريق الايه؟ اللغه. اللغه بتاعتي هي طبعا مش لغتي الام، هي لغه my second language او ايا كان بقى هي، لكن لازم اللغه لما اصيغ اي مراسله دبلوماسيه it has to be characterized by clarity، تبقى اللغه واضحه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان احنا محتاجين انه يبقى في نوع من انواع الفورماليتي. يعني ايه فورماليتي؟ يعني الرسميه. فجميع المراسلات الدبلوماسيه تتسم بالرسميه. طيب خليني اقول انه يعني مثلا انا مش هخرج من السياق، ولكن انا عايزه ان انا يعني الفت نظر او انتباه حضراتكم ليا. فانا مثلا لما هاجي هتكلم مع كوليج او حد كو وركر معايا في مكاني، زميل او كده، طبعا احنا لينا زملاء كتير في اماكن عملنا خلاص، لكن الناس مش كلها مش زي بعض في الدرجه الايه الفورماليتي او الرسميه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا في ناس بيبقى ممكن ان هم على مستوى الاصدقاء او كده، فببدا ان انا استخدم معاهم لغه يعني بتبقى انفورمال. يعني انا اللي انا عايزه اقوله انه احنا عندنا ان انجلش، ويمكن اللي تعمق في الدراسه او اللي تعرض انه اخذ كورسز او كده، دايما بنقول ان في عندنا نوعين من الكتابه، النوع الرسمي والنوع الغير رسمي، اللي هي بنقول عليها فورمال رايتنج والانفورمال رايتنج اللي هي الكتابه الغير رسميه. طيب دي هتفرق ليه في ايه؟ انه انا على حسب السياق بتاعي، نخلي بالنا انه السياق هو اللي بيفرض عليا النوع او الديجري كمان، خليني اقول اوف فورماليتي، لان الفورماليتي حتى الرسميه ليها درجات. يعني انا ممكن مع حد
اعلى مني في الرانك او في الدرجه او كده، فانا بستخدم معاه درجه عاليه جدا من الفورمال لانجوج، في حين انه لو حد طبعا اقل مني شويه بقى ستيل انا ببقى فورمال معاه، لكن يعني هي درجات. فبالتالي خلينا نقول انه لو حد مثلا من اصدقائي او حد قريب مني، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ممكن ان احنا نبدا نستخدم نيك نيم اللي هي اسماء دلع، نستخدم حاجات بقى زي ما بين اللي هي خلينا نقول الناس الصغيرين، ممكن نستخدم دود برو، اكيد حاجات يعني حضراتكم بتتفرجوا على افلام اجنبيه فبتشوفوا الكلام ده. هل الكلام ده مقبول عندي في مراسله دبلوماسيه؟ بالطبع طبعا انا بستخدم يعني حاجات اخرى، يمكن انا يعني كلها بتبقى اللي هي بنقول عليها لو اللي هي terms of address، اللي هي ازاي انا بخاطب اللي قدامي. انا برضو يعني هل ظاهر عند حضراتكم انا دلوقتي خرجت من الباوربوينت وانا فاتحه حاليا صفحه وورد عاديه، هل ده ظاهر عند حضراتكم؟ طيب نعم، خلينا واضحه؟ واضحة واضحة. تمام. فهنا زي ما قلنا انه انا بالنسبه لي الترمز اوف ادرس، وانا اكيد لما هكتب مراسله دبلوماسيه يبقى انا اكيد حابه ان انا استخدم ايه ترمز اوف ادرس، ما انا بوجه للايه للشخص اللي قدامي. فبالتالي ببدا ان انا استخدم لو حضراتكم تبصوا معايا كده انه في فورمال ترمز اوف ادرس، وهي دي اللي بتبقى اكسبتبل في، وهتشوفوها حضراتكم في الاكزامبلز اللي انا هستعرضها معاكم باذن الله. يعني لو بروفيسور طبعا لو ده انا بتكلم على حد في الاكاديميا او سو، لو بتكلم بقى على مستوى السفراء سفراء ووزراء في الحكومات او كده، يبقى انا ببدا ان انا طبعا his or her excellency the honorable، يعني كلها حاجات his or her royal highness، دي كلها his holiness لو انا بتكلم the Pope اللي هو بابا ايا كان بقى الفاتيكان او ايا كان. ببدا انه انا طبعا براعي جدا ال terms of my address انها it has to be in a formal way خلاص. لكن طبعا لو نزلنا تحت شويه هنلاقي ان informal forms of address دي يعني حاجات طبعا غير مقبوله تماما، وعلى فكره تخلي الكتابه او الكتابه بتاعتنا طبعا غير مقبولة، وقد تتسبب في ان احنا نقع في مشاكل دبلوماسية. طيب بالنسبة كمان لاخر نقطة الا وهي البريسيشن او اللي هي الدقة والوضوح، يعني هي طبعا دقة بمعنى انه انا لازم اعبر عن الالفاظ بتاعتي بدقة جامدة جدا. يعني خلينا نقول مثلا وده مثال بيحضرني دلوقتي لو حضراتكم تحبوا ان احنا نضرب مثل في موضوع الدقة ده، انه لو انا استخدمت in English بقى انا بتكلم زي ما قلت لحضراتكم from a linguistic perspective يعني منظور لغوي تماما، لو انا بتكلم بستخدم you know the passive voice and the active voice، هل حضراتكم يعني اكيد عارفين ايه هي ال passive voice وال active voice اللي هو المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ هل عند حضراتكم فكرة؟ بالنسبة لي نعم، اه طيب تمام. what about the others يا جماعة؟ اه اوكي طيب. هما ستيل برضو دكتور سهيل ودكتور عبد القادر ولا دكتور؟ طيب تمام، يعني عندنا فكرة. فخليني اقول لحضراتكم انه بالفعل لو انا يعني عشان يعني ادي لحضراتكم مثال انه الدقه على دقه الالفاظ اللي انا استخدمها، ولازم استخدم الفاظ واضحه ودقيقه ومحدده، انه في فرق في المعنى انه انا استخدم في المكاتبه بتاعتي او في المراسله بتاعتي الباسيف فويس والاكتيف فويس. خليني اقول لحضراتكم ان ده هيديني معنى وده هيديني معنى تاني. فده طبعا بيأكد جدا ان الموضوع في منتهى الدقة في منتهى الخطورة، ومهم جدا ان انا انتقي او اسيلكت الايه الالفاظ اللي انا هستخدمها في المكاتبة الخاصة بيا. تمام. طيب نيجي بعد كده زي ما قلنا هي ده هيبقى زي تلخيص كده، انه احنا يعني طالما ان احنا قمنا او حافظنا على
اللي هي المقومات دي، او خلينا نقول السمات دي، زي ما قلنا الوضوح والايجاز والرسميه او الكلاريتي او ان كان بريسيشن او كونسايسنس او فورماليتي، هبدا ان انا احقق او هحافظ على البروفيشناليزم اللي هي مطلوبه مني في الدبلوماتيك كوميونيكيشنز عموما على وجه العموم، سواء طبعا مكتوبه او يعني تحدث او كتابه، يعني ان انا لازم احافظ على البروفيشناليزم او المهنيه الخاصه بيا طبعا. تمام. طيب خلينا بقى نبدا ندخل في الموضوع بتاعنا. اوكي. بس انا قبل ما نبدا في السلايد الثانيه دي، انا كنت حابه ان انا استعرض برضو مع حضراتكم مثالين، تمام، للكتابه الدبلوماسية. مش عارفة هيبقى واضح عند حضراتكم كده، نقرأ هي صفحة وورد برضو، هل هي واضحة عند حضراتكم؟ حابة ان حضراتكم تقروا ولو بس اول جزء كده وناخد بالنا من اللغة. تمام. انا هدي لحضراتكم دقيقة، محتاجين ان احنا نقرأ البارت اللي قدامنا ده على صفحة الوورد، وده كان يعني هقول لحضراتكم هو ايه جزء من ايه بالظبط، او إيه كان ايه نوع المكاتبه دي او المراسله الدبلوماسيه، هي نوع من انواع المراسلات الدبلوماسيه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. ولكن انا حابه حضراتكم انه في دقيقه هنقرا، اوكي، يو جو ثرو التكست دي، هو لاتر اكشلي، وحضراتكم تكتبوا لي زي كومنتس كده او تعليقات على اللغه. طبعا انا بتكلم على اللغه. تمام. خلينا نتكلم على من حيث الفورماليتي، من حيث زي ما احنا قلنا كده الدقة، من حيث الوضوح، وعايزة أسمع من حضراتكم تعليقاتكم إيه على لغة اللاتر أو الخطاب ده. تمام. هدي لحضراتكم بس دقيقتين عشان يبقى معاكم الوقت إن احنا نقرأ ونعمل يعني نشوف المطلوب مننا. Alright. أنا طبعا مش حابة إن أنا أطول، لكن عايزة أسمع تعليقات حضراتكم على الجزء ده أو المراسلة ده، جزء من مراسلة دبلوماسية. طبعا تعليقات حضراتكم من ناحية الإيه؟ اللغة. هل في أي تعليقات عند حضراتكم؟ حتى يعني ممكن إن احنا نكتب في الشات، مفيش مشكلة خالص. في أي تعليق على اللغة أو أي ملاحظات أو طيب خلينا معانا كومنت أهو. طيب يا دكتور سهيل، أنا في صفحة وورد كده أنا فاتحاها يا دكتور وعاملاها شير سكرين لحضراتكم، فهل هي ظاهرة؟
برضو اكتبوا لي في الكومنتس كده اذا كانت واضحة بالنسبة لحضراتكم ولا لا. Alright. لا مش ظاهرة. طيب اوكي خليني تمام. طيب انا ممكن اعمل ايه، ستوب شير وارجع اشير تاني، مفيش مشكلة. حاضر خليني اعمل لها شير تاني من الاول. Alright. هل هي ظاهرة الان دلوقتي عند حضراتكم؟ هو طبعا انا عشان واخداها سكرين شوت انا حاولت احصل على بي دي اف او حاجه ولكن ما ظهرش، فبالتالي يعني ما قدرتش. دي كانت احسن صوره اقدر ان انا اظهرها. فهل نقدر نميز الكلام او كده؟ عندنا في الشاتس اهو. يبدو انه في عندي انا مشكلة في الوورد او حاجة. انا بس عايزة اقرا الشاتس بتاعت حضراتكم. مش ظاهر لي اي من الكومنتس. تمام. طيب الفصاحة اللغوية والترجمة الصحيحة للكلمة والتعبير السياسي تجنبا للتأويل والمغالطة. اعتقد ان الرسالة بدأت بشكل غير رسمي. طيب خلينا نبدأ بالجزء بتاع دكتور سهيل كده، لان هو بالفعل حصل على صحيح. لو فعلا بدأنا انه احنا ناخد بالنا من الـ اللانجوج المستخدمة او اللغة المستخدمة في الكتاب، هو في المكاتبة دي، هو خليني اقول لكم ان هو ده لاتر اتبعت من كان دونالد ترامب طبعا اللي هو الرئيس الامريكي الاسبق، وهو كان مبعوث ل الرئيس او رئيس الوزراء اللي هو التركي. Alright. فالتعليق فعلا انه لو اخذنا بالنا من اللانجوج زي ما دكتور سهيل قال كده، انه اللانجوج هنا let's work out a good deal. طبعا ده بيتطلب معرفه مننا من اللغه اكيد. فعلا ترامب مستخدم الفاظ مش مهنيه او مش رسميه عشان يتكلم مع الرئيس التركي. فطبعا ده يعني خلينا نقول ان هو representative او يمثل bad example of اللي هي الايه المراسلات الدبلوماسيه او diplomatic correspondence. يبقى نتيجه استخدام لغه زي ما قلنا هو تخلى عن الفورماليتي اللغة الرسمية، فبالتالي he sounded أو بدا كأنه غير unprofessional وغير محترف بإن هو يكتب اللي هو ده. طبعا letter ده يعني معرف حضراتكم على أنواع الكتابات دي، ده خطاب هو كان موجه للرئيس التركي. فطبعا هنا هو تخلى تماما عن قصة الايه الفورماليتي زي ما احنا قلنا، وبالتالي he sounded like this. لو قريته انا طبعا هبعت لحضراتكم الأمثلة دي هتبقى معاكم على أساس لو بعد كده تقدروا بعد السيشن إن أنتوا تقروها. طيب في مثال تاني وأنا أرجو إن شاء الله إن هو يكون أوضح شوية، برضو أنا هشير مع حضراتكم وهنتظر اللي هي التعليقات. ده المثال التاني اللي معايا. بس بحاول ان انا افتحه، ف هحتاج برضو ان حضراتكم تبداوا تاخدوا بالكم من اللغه حتى يعني جزء كده منه، مش لازم ان احنا يعني نقراه بشكل كامل او بشكل مفصل، ولكن يعني ممكن ان احنا ناخد بالنا زي ما قلت لحضراتكم كده من اللانجوج نفسها هتبقى عامله ازاي. طيب انا برضو عندي كومنت في الشات.
تضمنت ألفاظ غير مناسبة تحميل مسؤولية تجاه المذابح وغير حاضر لم يظهر بعد. حاضر دكتور سهيل، أنا أهي هي كده المفروض إنها ظاهرة لحضراتكم. ده كان خليني أقول هو برضو خطاب تاني، يعني مراسلة تانية، وهو خطاب من جورج واشنطن تو اللي هو السلطان، أو اللي هو سلطان أوف موروكو المغرب. عايزة حضراتكم أرجو إن يكون الخط أو الفونت واضح. نبدأ سريعا حتى ولو الباراجراف الأولاني كده نشوف إيه رأي حضراتكم في اللغة هنا المستخدمة، وفي نفس الوقت الإيه الألفاظ نفسها. طيب أنا عندي كومنت برضو على الشات لم يظهر حتى الآن، إني أعمل أرجو أن يكون كده ظهر لحضراتكم. ده اللاتر الثاني. So what do you think؟ طيب عندنا هنا برضو في الشات أهو ظهر يا دكتور سهيل؟ بيتهيألي كده المفروض ان هو ظهر. تمام. اجان انا محتاجة تعليقات حضراتكم على اللغة. هل في فرق، يعني هل في فرق حضراتكم في حاسين بفرق، ولا هل هما الاثنين نفس المستوى في اللغة طبعا، ولا ايه؟ معانا كومنت صحيح اللغة رسمية وأفضل بكثير من الرسالة السابقة، كما أنها تضمنت الأساسيات في الخطاب الدبلوماسي ثانك يو دكتور سهيل. بالفعل الفرق ده وهيبقى مع حضراتكم برضو اللاتر دوت، ده يعني نموذج للكتابة اللي هي خلينا نقول بقى يعني فيها السمات الأساسية الثلاثة اللي أنا أكدت على حضراتكم إن هي لازم تبقى متوفرة أو موجودة في أي كتابة دبلوماسية باللغة الأجنبية: الرسمية، مستوى الفورماليتي، تقريب الترمز اوف ادرس زي ما شفنا. هو هي ساوندد فريندلي على فكره، يعني بيتكلم بحميه جدا مع السلطان، لكنه في نفس الوقت حافظ على اللغه الرسميه ما بينه وما بين السلطان. فطبعا زي ما شفنا كده، يعني المثالين دول هيأكدوا لنا انه اللغه واختيار الالفاظ او انتقال الالفاظ هيبقى مهم جدا في واساسي طبعا في المراسلات اللي هي الدبلوماسيه. لو رجعنا تاني للباوربوينت خلينا نكمل ونبدا نشوف بقى ايه هي قواعد السلوك الدبلوماسي في الخطابات الرسميه. اول حاجه زي ما قلنا الكلاريتي اند بريفيتي، يبقى احنا هنا بيبقى عندنا خلينا نقول انه اللينث او طول المراسله نفسه بيفرق. وخليني اقول لحضراتكم انه من نوع لنوع بيفرق نوع عن نوع من المراسله، اذا كان هو ريبورت او اذا كان خطاب او اذا كان رساله شفهيه او اللي هي بنقول عليها مفكره شفهيه. كل الانواع دي بيفرق طبعا يعني ما بين نوع واخر اللي هي عدد الصفحات. ففي مسموح بعدد معين من الصفحات وعدد معين من الايه الكلمات عشان ابدا ان انا اكتب في النوع ده او في النوع ده او في النوع ده. فلازم نبقى كلنا واخدين بالنا من قصه الايه الوضوح والايجاز والالتزام بعدد الصفحات. طيب تاني حاجه كمان من القواعد الاساسيه اللي هي politeness and courtesy.
في طبعا لغه معينه بتبقى بنقول عليها يعني الفاظ معينه in English again، هي دي تتسم بالايه، بالادب والمجامله، والمجامله مسموح بيها يعني في حدود مسموح بيها في المراسله ايا كان نوع المراسله بتاعتي ايه هي. ثالث حاجه اللي هي tact and diplomacy، يعني ان انا محتاجه يبقى في نوع من انواع اللباقه والدبلوماسيه، والدبلوماسيه انا بمعنى انه لو بالفعل في خبر يعني سيء او خبر يعني غير مرغوب في ان انا اخبره او اعرف او اكتبه الا اني مضطر ان انا اقوله او مضطر ان انا اقوله، فبستخدم بنتقي الالفاظ وابدا ان انا استخدم الفاظ فيها نوع من انواع الدبلوماسيه عشان اقول الحقيقه او الخبر اللي انا عايزه انقله. طيب في حاجه تانية ده بالنسبه لي اللي هي التريتيز والاجريمنتس في الاتفاقيات وفي المعاهدات، بيبقى عاده تجنب الالتزام avoiding obligation، بمعنى انه انا بحاول على قد ما اقدر انه انا ما يبقاش في الفاظ ملزمه ليا او كطرف طبعا او كدوله في ملزمه بشده او يعني واضحه كده ان انا ملتزم بكذا او كذا او كذا. وعشان كده انا كنت ضربت مع حضراتكم مثلا من شويه اللي هي الباسيف والاكتيف فويس، اللي هي المبني للمعلوم والمبني للمجهول. لما بحب ان انا اتجنب الالتزام فغالبا ان انجلش بنبدا ان احنا نستخدم الباسيف فويس اللي هو مبني للمجهول، وبنتجنب بقى المبني للمعلوم لانه بيبقى في كده معلوم بالظبط او معروف لدى الطرف الاخر يعني انا ملتزم بايه او انا تعهدت بايه، وهيبدا طبعا دي هتبقى نقطه بتؤخذ عليا بعد كده. طيب في عندنا، هل في عندنا كمان سمات تانية؟ طبعا الاعتراف كمان بوجهات النظر الاخرى، نوع من انواع انه لما احيانا يبقى في نيجوشيشنز او مفاوضات او كده، وكل ده انا بستعرضه في الكتابه الدبلوماسيه، فلازم انه انا يبقى في نوع من انواع تقبل الراي الاخر والاعتراف بيه. تمام. برضو في حاجة تانية انه لو في نوع من انواع الخلافات عشان كده دبلوماسية، لازم ان احنا نبدأ بنصيغ بقى بنصيغ اللي هي الـ عن طريق اللغة، نبدأ انه احنا نبدأ ان احنا ايه نشوف أرضية مشتركة ما بيننا وما بين بعض علشان نوصل لحل مشترك. برضو حاجة تانية اللي هي قاعدة تانية هي استخدام اللغة الإيجابية، لازم ان احنا نستخدم لغة إيجابية حتى لو انا بنقل خبر سيء او خبر غير مرغوب فيه. في نفس الوقت في نقطة بقى مهمة جدا جدا، ألا وهي احترام الاختلافات الثقافية او اللي هي cultural differences. What's acceptable to me؟ طيب انا بالفعل هي، طب حاضر، هي انا بالفعل هي موجوده، يبدو ان هي مش عارفه، حاضر فينا نعمل شير تاني. alright فده ده دي الجزئيه اللي انا بتكلم فيها اللي هي احترام الاختلافات الثقافيه. طبعا بيبقى فيه ما هو مقبول لدى ثقافه معينه من الممكن جدا ان هو يكون غير مقبول تماما، بل واوفنسيف زي ما بنقول ان انجلش كده، اوفنسيف بمعنى حاجه يعني ليها بتؤخذ على انها اساءه لدى الطرف الاخر. فأهمية الكتابة الدبلوماسية إنه أنا لازم أخد في الاعتبار الاختلافات الثقافية دي، وأنا بعمل اعتبار للأودينس زي ما هنقول بعد كده أو المخاطب، أنا بخاطب مين؟ إيه الدولة اللي أنا بخاطبها؟ وفي نفس الوقت إيه هي الحاجات اللي تمثل عندهم إساءة؟ وأبدأ إن أنا أبعد طبعاً عنها وأتجنبها في اللي هي الكتابة بتاعتي. تمام؟ فعشان كده زي ما قلنا القواعد الأساسية بقى، خلينا نقول مش قواعد هنا لكنها الشكل بقى أو القاعدة المتبعة وأنا بكتب الرسالة باللغة الإنجليزية، المراسلة الدبلوماسية باللغة الأجنبية، إيه الأجزاء خلينا نقول اللي هتتضمنها المكاتبة دي أو المراسلة دي. طبعا في لازم هيبقى زي ما احنا شفنا كده في المثال طبعا اللي هو الجيد، بنبدأ بحاجة اسمها تحية بداية الرسالة أو بنقول عليها greeting، وطبعا زي ما اتفقنا مع بعض إنه لازم الجريتنج دي تكون بشكل فورمال أو بشكل رسمي. فلما هبدأ دايما هبدأ بإيه؟
زي ما قلنا سعادة السفير، فمثلا نقول ambassador or مستر مثلا governor. فأنا ببدأ إنه لازم، مهم جدا إنه في بداية المكاتبة أو المراسلة الدبلوماسية بتاعتي إن أنا في التحية أبدأ أشوف أنا بخاطب مين، عشان أبدأ أشوف التايتل أو زي ما قلت لحضراتكم الترم اوف ادريس، أنا هبدأ أخاطبه إزاي أو هوجه له رسالة إزاي. طبعا العنوان، معظم المراسلات فيها عنوان، والعنوان ده بيبقى بيشير للمكان او المؤسسه او الشخص اللي هيستلم الرساله، فدي بتعتبر من الاجزاء المهمه جدا في الرساله، الا انه بعض المكتبات بتتخلى عن الجزئيه دي. انا يعني حاولت ان انا اجمع ايه الحاجات العامه الاجزاء العامه، ولكن طبعا لو في هيبقى سيشنز بعد كده اخرى او جلسات اخرى ممكن بنستعرض مع يعني نوع انه في اختلافات ما بين كل نوع والتاني في الاجزاء دي، لكن انا زي ما بقول لحضراتكم دي الاجزاء العامه او الايه القواعد العامه يعني. طيب التاريخ لازم ان احنا نكتب الديت، وانا يعني هيبقى عندنا طريقه معينه لكتابه الديت، وانا هستعرضها مع حضراتكم في اخر الباوربوينت. وفي نفس الوقت بقى ده اهم جزء في الرساله او المراسله، اللي هو الجسم او ذا بادي زي ما احنا بنقول كده، ده الجسم الرئيسي للرساله. طبعا البادي ده خلاص بيبقى فيها كل السبب الاساسي او السبب الرئيسي او المحتوى الاساسي للرساله، تمام كده، او للمراسله. وزي ما اتفقنا انه احنا لازم البادي ده يبقى في الثلاث، بيحافظ على الثلاث خصائص اللي هي زي ما قلنا كلاريتي، او اللي هي انه واضح، وفي نفس الوقت يبقى بريف مختصر، وفي نفس الوقت طبعا قصه الاورجنايزيشن، وانا بكتب لازم اتاكد او اطمن ان اللانجوج بتاعتي سليمه، يعني خاليه من الاخطاء اللغويه. تمام. وهستعرض برضو مع حضراتكم بالنسبه لي البانكتويشن. البانكتويشن يعني انا لازم احافظ على اللي هي علامات الترقيم عندي او كده، لازم احافظ على البانكتويشن بتاعي انه يبقى النقطه او الفول ستوب زي ما بنقول بتتحط في مكانها الصحيح، في عندنا الكاما او الفاصله بتتحط في مكانها الصحيح، كل ده بيؤخذ في الاعتبار عند الايه الكتابه اللي هي او المراسله الدبلوماسيه. في كمان جزء عندنا طبعا التوقيع اللي هو السيجنتشر. السيجنتشر خلينا نقول انه الرسائل بتتضمن توقيع، تمام، رسمي، بس مع اسم المرسل طبعا والمنصب والمؤسسه، ولكن على حسب نوع المراسله ببدا انه انا يا اما بكتب الاسم كامل الفول نيم، او ان انا ببدا اكتب الانيشلز او اللي هي الحروف الاوليه من الاسم. يبقى ده على حسب نوع المراسلة بتاعتي، يبقى لازم التوقيع ما يبقى موجود بس بأي صورة من الصور اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، يا إما مكتوب بصورة الاسم الكامل أو بصورة الانيشلز أو اللي هي الحروف الأولية من الاسم. طيب لو في مرفقات للاتاتشمنتس ببدأ إن أنا أقول اللانجوج بقى، طبعا هو ده الفوكس، إنه لازم تكون المراسلة لغة بلغة سليمة، لغة خالية من الأخطاء. الاسلوب في الكتابه كمان لازم يكون زي ما قلنا رسمي ومهذب، وفي نفس الوقت على شكل ايه بروفيشنال. وفي نفس الوقت اخر حاجه بقى انه الصفحه الرسميه، بمعنى انه بيبقى فيه يعني زي الورق الرسمي للمؤسسه او ايا كان السفاره، بيبقى ليها ورق رسمي هو ده اللي بيكتب عليه المراسله نفسها. تمام. ده بالنسبه للقواعد العامه زي ما قلت لحضراتكم في كل الايه المراسلات الدبلوماسيه. طيب انا هخرج تاني من الباوربوينت، لانه انا يمكن مش عارفه هل حضراتكم whether you are following this or not، او حضراتكم تهتوا مني، لكن معايا عشان اكد على الكلام ده برضو نموذج لمراسله معينه او مكاتبه معينه، خلينا نقول ان هو لاتر برضو خطاب. انا يمكن هتلاقوا انه انا مش شغاله مع حضراتكم على اللاتر اكتر، علشان يعني هو ابسط حاجه. اوكي، فخلينا نطبق بقى الحاجات القواعد العامه اللي انا قلت لحضراتكم عليها على الجزئيه دي. هل ظاهره عند حضراتكم السكرين؟ ظاهره، لو اكتبوا لي حضراتكم في الشات لو هي مش ظاهره. انا فاتحه صفحه وورد عليها لاتر ومتقسم فيها الاجزاء اللي احنا قلنا اللي انا استعرضتها مع حضراتكم. طيب خليني اقول كده،
ليس بعد. طيب إذن هعمل حاجة، هستوبش شير وهبدأ إن أنا أشير it for another time. معلش this is the one أهو. all right، فهل هنا ظهر لحضراتكم جميعا دلوقتي؟ تمام. زي ما هو ظهر لحضراتكم هنلاقي كده في كومنت تانية. نعم اوكي. في معانا زي ما حضراتكم كده في الاول خالص هنلاقي انه ambassador of the republic of the union of، انا مش باينه قوي، لكن هنا ده السندر، يبقى هنا كده بس بكتب الايه السندر او المرسل الاول. all right. بعد كده بناخد بالنا انه احنا حضراتكم هتاخدوا بالكم اهو من هنا البوينتر اهو، هنلاقي اللوكيشن والديت. وخليني انا يعني هاكد على مع حضراتكم على يعني على حضراتكم المعلومه تاني، انه الديت يا جماعه بيتكتب بصوره معينه، وهي دي الصوره الرسميه. فان احنا بنكتب 7 اليوم الاول، وبنكتب المانث كامل، وبعد كده بنكتب الير. فهي دي الشكل الايه الرسمي لكتابه الديتس او التواريخ. طيب بدأنا بالسالوتيشن او بالجريتنج زي ما انا قلت لحضراتكم كده، ببدأ ب دير اكسلنسي اور دير مستر امباسادور، على حسب طبعا انا بوجه لمين، فلازم احافظ على الفورماليتي وابدأ بالتحية. all right. لو هنسكرول داون كده هنلاقي انه عندي beginning، فهنا في beginnings معينة، ويمكن انا في الاخر حضراتكم في اخر الباوربوينت اجين انا بعت لحضراتكم لينكس لقواميس ومقالات هكلم حضراتكم فيها ايه، لكن هتفيدنا قوي في اللغه المستخدمه فيها بعض الالفاظ وبعض المصطلحات او التعبيرات اللي تقدروا تستخدموها لو في عند حضراتكم قلق يعني من الاكسبريشنز، وان احنا لسه اللانجوج بتاعتنا مش قوي يعني. تمام. فهنا زي ما شفنا هنا بيستخدم طبعا الفاظ معينه في البيجيننج، ويبدا يقول بطريقه معينه. Alright. بعد كده المين تكست او اللي هو البادي او جسم المراسله زي ما انا قلت لحضراتكم، هو ده اللي بيبقى فيه الغرض الاساسي او الرئيسي من المراسله، وبقول الهدف in brief بمنتهى الايه يعني الدقه والوضوح، والالفاظ في محلها، اختياري للالفاظ. طبعا انا يعني عايزه اقول انه لما بتبقى اللغه الام بيبقى سهل اختيار الالفاظ، لان كلنا بنبقى تقريبا عندنا العلم او الدرايه الكافيه، لكن لما بتبقى السكند لانجوج او كده بيبقى طبعا في بعض الايه الصعوبه، ممكن بقى لو مستوى اللغه مش المستوى الكافي. لكن زي ما قلنا مين تكست بيتسم بالصفات دي زي ما قلنا، لازم اللغه واضحه صحيحه وسليمه وخاليه من الاخطاء. وخدنا بالنا طبعا انه هنا في بانكتويشن عندي، طبعا هي ات هابند ان اللتر ده قصير، وبالتالي ما كانش فيه استخدام بقى للكولن، او انا هصعد مع حضراتكم، او السيمي كولن، اشكال اللي هي الايه البانكتويشنز المختلفه. بعد كده الاندنج بتاعتي اللي هو الخاتمه او النهايه بيبقى ليها طريقه معينه. خدنا بالنا من الكوما بعد بليز اكسبت كوما اكسلنسي، ده بيبقى فورم او شكل متعارف عليه على حسب نوع الكتابه، ولازم احافظ على البانكتويشن ده. وفي الاخر في الاخر رسالة ببدأ إن أنا أعمل، أو المراسلة نفسها أبدأ زي ما قلنا في complimentary close yours sincerely. في طبعا expressions أخرى هتلاقوها في المصادر اللي أنا هبعتها لحضراتكم في الباوربوينت، تقدروا إنكم حضراتكم تستعينوا بيها. والسيجنتشر التوقيع بيبقى طبعا التوقيع ده شكل التوقيع، وبنكتب النيم والسيرنيم، وبيبقى مكانه هنا. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم في مكتبات معينه، ايه رايكم ده، هل ده فول نيم ولا انيشلز؟ الجزء اللي انا مشاوره عليه ده، هل ده فول نيم ولا انيشلز؟ ايه رايكم؟ حد يقدر يكتب لي كده في الشات الجزء اللي انا مشاوره عليه، اللي هو النيم والسيرنيم والبوزيشن، او اللي هو السيجنتشر التوقيع، فده هيكون ايه؟ Exactly. Thank you so much, Dr. Suhail. This is correct. إنه فعلا this is the full name أو الاسم بالكامل، وليس ال initials أو اللي هي الأحرف الأولى من الأسماء. هنقول إنه في بعض المكاتبات أو المراسلات بعض الأنواع منها بيتطلب إنه أكتب بال initials، إن أنا أوقع بالحروف الأولى فقط، وبعض المكاتبات الأخرى بتتطلب الفول signature أو the full name، إن أنا أكتب الاسم بالكامل. All right.
طب there seems to be a problem، فانا غالبا هستوب شير في كل مره، وهبدا ان انا اعمل ايه لما بتنقل كده ما بين الفولدرز عشان نرجع تاني للباوربوينت ونشوف النقطه، نستعرض بعد كده الجزئيه او النقطه اللي بعد كده. يبقى احنا عرفنا دلوقتي خلاص القواعد الاساسيه لجميع انواع الكتابه اللي معانا، تمام؟ في اعتبارات بقى وانا بكتب، يعني وانا بقوم بالكتابه دي، ف there has to be some considerations for my own diplomatic writing. The first of which ان انا لازم اعمل ايه بقى؟ ايه الاعتبارات اللي انا براعيها؟ وهي دي، خلينا نقول ان دي this is some sort of drafting يا جماعه، دي اللي انا بعمل الدرافتنج، ان انا الاول بجمع كده الافكار قبل ما ابدا بالفعل الكتابه او المراسله بتاعتي. انه انا لازم اشوف my audience، انا بوجه لمين المراسله دي، يعني الجمهور بتاعي انا هكتب لمين. هل انا بكتب لدبلوماسي مثلا وفي دوله اخرى غير الدوله بتاعتي، او هل هو مسؤول حكومي، او هل هي منظمه؟ ليه؟ لان زي ما قلنا اللانجوج اللي هنستخدمها او حضراتكم هتستخدموها، and the content even the content يعني المحتوى للمراسلة دي، هيبقى لازم ان انا هراعي النقطتين دول، التون او اللهجة او الكونتنت كمان المحتوى، لازم هاخد في الاعتبار النقطتين دول وانا ببدأ ان انا اصيغ المراسلة بتاعتي. alright، دي النقطة الأولانية اللي لازم كلنا ناخدها في الاعتبار. طيب بالنسبة للنقطة الثانية، انه الاختلافات الثقافيه، وانا قلت لحضراتكم انه this is يعني this can cause problems، وممكن تبقى في مشاكل على المستوى السياسي بسبب انه انا مش ملم او غير واعي او غير مدرك لما يسيء للطرف الاخر. في بعض الاحيان الفاظ بتبقى مقبوله عندنا، حتى احنا هنا كثقافات عربيه بتبقى مقبوله لينا، ولكن الطرف الآخر لو أنا بكتب لطرف أجنبي قد تكون بالنسبة لهم زي ما بنقول كده offensive، بمعنى إنها غير مقبولة تماما وتسبب إهانة أو إساءة. وبالتالي الاختلافات الثقافية دي يجب إنها تؤخذ في الاعتبار. طيب واضح إن في عندنا سؤال أو حاجة. مثال متعلق بالجمهور والاختلافات الثقافية من واقع خبرتك، إذا ما كان المستقبل على سبيل المثال من الصين. هو طبعا أنا يعني مش ملمة تماما بالموضوع ده قوي، لكنه أو المعلومة يعني ممكن تكون مش ظاهرة، مش حاضرة في ذهني حاليا، ولكن في بعض خلينا نقول إنه بعض الألفاظ نفسها اللي هي terms of address ليهم هم يعني اعتبارات معينة في إن أنا أخاطب الطرف الآخر دوت، لازم أراعي الألفاظ دي في المخاطبة الطرف الآخر دوت، تمام؟ ده يمكن المثال، يعني نوع من أنواع الاحترام أو الريسبكت في مخاطبته، لو قليت عن المستوى دوت بيعتبر إن دي إهانة وإساءة ليه، وبالتالي ممكن إنها بتؤخذ على محمل سيء جدا. أنا حابة إنه يبقى في مشاركة برضو من حضراتكم أكتر من كده. هل في عند حضراتكم، دكتور سهيلي بيسأل السؤال، هل في عند حضراتكم مثلا موقف او حصل بالفعل انه نتيجه الاختلافات الثقافيه، او معلومه عن يعني نوع من انواع الاختلافات الثقافيه اللي ممكن انها تسبب فعلا تكون مقبوله عندنا كشعوب عربيه، ولكنها تكون غير مقبوله وتمثل اساءه بالنسبه لشعوب اخرى غيرنا؟ هل حضراتكم تعرضتوا لموقف من هذه المواقف، او في مثال عند حضراتكم معين؟ برضو يعني لو مش حابين ان احنا نتكلم ممكن ان احنا نكتب في الشات. طيب apparently تقريبا يعني ما فيش حد عنده الـ يعني مثال او حاجة. طيب دكتور سهيل، انا هسجل سؤال حضرتك يا دكتور، خلاص انا يمكن بس عشان كمان الوقت بدأ يجري مننا، وانا هحاول انه ابعت لحضرتك مثال كده على اللي هي الاختلافات الثقافية، تمام؟ طيب نيجي بعد كده ليه برضو جزئية مهمة جدا، الا وهي الفروق الدقيقة في اللغة. يعني احنا قلنا انه عشان ابدأ ان انا
استخدم فعل معين او اسم معين او صيغه، يعني الفيرب مثلا بيبقى في منه صيغه منه ممكن يكون في noun، تمام، ان انا I can form a noun من الفيرب دوت. في بعض احيان بضطر ان الفيرب اللي موجود مثلا ما بيبقاش ليه اسم من الصيغه بتاعته، فاضطر ان انا استخدم noun تاني بصيغه تانية. فلازم ابقى يعني sensitive قوي او اخد بالي من انه ممكن بالفعل في بعض الاحيان الاختلاف دوت يدي معنى تاني زي ما قلنا، تمام. فقد تكون العبارات او التعبير الشائع في الوقت ما يعني بالفعل ممكن تكون انها مربكه او مسيئه في بعض الاحيان يعني. طيب دكتور هدير، استاذنا حضرتك لو حضرتك حابه يعني نتكلم اكتر، يعني ممكن حضرتك تتكلمي معانا موقف اثيوبيا واستقبال رئيس مرسي على اثر ازمه سد النهضه، هل حضرتك عندك استعداد ان انت تتكلمي معانا في المايك او حتى تكتبي على الشات يبقى مثال محدد بالظبط؟ أنا عندي استعداد أتكلم في المايك. شكرا دكتورة على السماح ليا بالمشاركة. لا ميرسي يا أنا دكتور، بس تفضلي. أوكي حضرتك كنت سألتي إيه المواقف اللي ممكن تكون أو سببت حساسية لو إحنا ما يعني ما استخدمناش الدبلوماسية بشكل مظبوط أو أخطأنا في أسلوب معين. فاحنا عندنا نموذج لما حصل أزمة سد النهضة وفي 2012 استقبل يعني رئيس الوزراء ما استقبلش الأثيوبي، ما استقبلش الرئيس المصري، بل بعت حد وزير يستقبل الرئيس المصري لما وصل على الأراضي الأثيوبية. فده كان خارق للبروتوكول المعتاد. ف تمام. طيب ده كان مثال. طبعا لو حضرتك ده عندك كان أمثلة تانية أكيد تفيدينا يعني. تفضل. thank you so much. هي الفكرة أنا يعني لا طبعا هو حضراتكم أكيد يعني أعمق مني في الـ يمكن في المواقف أو متابعة الأخبار دي، لكن أنا زي ما بدأت المحاضرة أنا قلت لحضراتكم أنا linguistic perspective يعني شق لغوي بحت، تمام. فلكن ده مثال، هو مثال طبعا مش في لغة ولكنه في مثال حتى في انه قابله مستوى سفير يقابل سفير، سفير يقابل وزير، فدي ده يعتبر نوع من انواع الاساءة، فما بالكو ده كموقف عملي كده، لكنه ما بالكو كمان في المكاتبة او في الكتابة اللي هتفضل موجودة انه انا يعني استخدم لفظ يكون يقلل شوية من الرانك، يعني ممكن خلينا نقول جت حاجة في دماغي دلوقتي انا بخاطب شخص على مستوى ما في السفاره وابدا انه انا اقلل او احط له term of address اقل من الرانك بتاعه او اقل من البوزيشن بتاعه، اذا في الحاله دي انا بقلل منه، اذا في الحاله دي اللفظ اللي انا استخدمته تسبب في اساءه. Alright. فدي ممكن تكون انها مثل، وبالتالي النونسز زي ما احنا بنقول language nuances اللي هي الفروق الدقيقة في اللغة يجب تماما مراعاتها. عشان كده الموضوع فعلا فيه حساسية شديدة جدا في موضوع الصياغة والكتابة اللي هي الدبلوماسية، ومش سهل ان احنا نعمل الموضوع ده، تمام. طيب في حاجة تانية ألا وهي برضو الآداب الدبلوماسية، يبقى احنا زي ما قلنا يمكن دي بتصب في نفس النقطة انه الالقاب، يعني حتى even في زي ما قلنا في الـ terms of address لازم ان انا احافظ على اللقب بشكل صحيح، وزي ما دكتور هدير قال دلوقتي البروتوكول، في بروتوكول معين واكيد حضراتكم بيبقى عندكم المعلومات دي بشكل مفصل عشان نتجنب او نتلافى الوقوع في مثل هذه المواقف طبعا اللي هي بتسبب حرج مش بس للشخص ولكن للدولة بأكملها. Right. طيب بعد كده في عندي كمان جزئية تانية اللي هي confidentiality and security، بمعنى السرية والأمان، يبقى احنا لازم بنحاول انه في يعني دي طبعا حاجة ممكن نقول انها ملهاش علاقة قوي بالصياغة ولكنها ليها علاقة بنوع من انواع بالأمان والسرية، يجب ان احنا نحافظ على يعني المراسلات دي يتم تناولها او تداولها خلينا نقول بشكل ما عشان ما يحصلش ليها اي تسريبات او اي انها تقع في يد اطراف مثلا معادية او كده، وبالتالي في وقت من الاوقات ممكن انها تتسبب بالفعل في مشكلة دبلوماسية.
رايت. طب احنا يعني يمكن انتظرته كتير، هي كانت يمكن مش مقدمه، ولكن انا كنت بمهد انه احنا دلوقتي دي عندنا الاشكال بقى اللي هي الشائعه، رايت، في او الفورمز، الصور للمراسلات السياسيه. ففي عندنا حاجه اسمها الريبورت اللي هي التقارير، اوكي، في عندنا دبلوماتيك كورسبوندنس، في عندنا مراسلات دبلوماسيه، في عندنا التريتيز اند اجريمنتس اللي هي الاتفاقيات والمعاهدات، وفي عندنا حاجه اسمها البوليسي بريفز الا وهي موجز السياسات. خليني اقول لحضراتكم كمان ان تحت كل نوع من دول بيبقى بيندرج تحته العديد من الانواع. طبعا احنا مش هيتسع الوقت ان احنا نتكلم في كل الانواع دي، ولكن خليني اقول لحضراتكم انه كل نوع منهم بيبقى ليه سمات معينه لغويه طبعا، وهتخليه يعني تميزه انه تجعله ان ده لما نقراه نقول ان ده ريبورت لطريقه معينه في الكتابه، لصياغه معينه، لشكل معين. احنا قلنا الاجزاء الاساسيه او الاجزاء الرئيسيه تمام مع بعض، لكنها بتختلف، قد تختلف في المكان، قد بيكون في اجزاء منها ميسنج او ما بنكتبهاش، وبالتالي ده اللي بيخلي اقول ان ده ريبورت او ان اقول ان ده اتس تريتي اور ان اجريمنت. يعني مش عارفه انا قادره اوصل لحضراتكم ولا لا، انه النقاط الاساسيه او القواعد الاساسيه دي هي موجوده طبعا، لكن في بعض يعني بتختلف من نوع مكاتبه او صوره المكاتبه من صوره لصوره يعني. تمام، هنشوف برضو مع بعض هنا مثلا لو عندنا حاجه اسمها اللي هي البوليسي بريفز، موجز السياسات. موجز السياسات ده هو بيبقى نوع من انواع المراسله الدبلوماسيه، وهي بتبقى بمثابه تلخيص، alright، للبوليسي ايشوز اللي هي قضايا متعلقه بايه؟ بسياسات وتوصيات معينه لدوله من الدول او مؤسسه من المؤسسات. يعني خليني اقول لحضراتكم مثلا ان البوليسي بريف دوه ممكن يكون حاجه متعلقه بالهيومن رايتس اللي هي بحقوق الانسان. ففي توصيات معينه بتطلع من دوله ما او مؤسسه ما بخصوص اللي هي الحقوق الانسان. في حاجات بتبقى خاصه مثلا بوليسي بريف تتكتب ليها علاقه بالهيلث، مجال الصحه، اوكي، فدي بتبقى مهمه واهميتها في انها بتبدا انها تكتب علشان لو في حد ديسيجن ميكر او حد من اللي هم المسؤولين الاوفيشلز المسؤولين في سفاره او في دوله وفي يعني يقدر ان هو يدي اي قرار، يبدا لازم ان هو يطلع على البوليسي بريف. غالبا انا معايا اكزامبل البوليسي بريف، وهبدا ان انا هستعرضه مع حضراتكم يعني تشوفوا شكله العام كده، لكن زي ما قلت لحضراتكم النهارده مش هيتسع الوقت ان انا اتكلم، لان البوليسي بريف مثلا كنوع من انواع المراسله الدبلوماسيه ليها عدد من الصفحات معين، ليها شكل معين زي ما قلنا كده او حضراتكم في السلايد موضحه انه بتحتوي على تايتل، ليها عنوان، رايت، ليها سامري، ليها ملخص، وفي نفس الوقت في مشكله ما بروبلم ديسكريبشن. حضراتكم طبعا اكاديميين وعارفين احنا لما بنكتب اي بحث او كذا بيبقى ليه يعني خلينا نقول كومبوننتس معينه او نقط او نقاط معينه لازم يتضمنها، فدي النقاط اللي بيتضمنها البوليسي، اي بوليسي بريف، رايت. في كمان current and proposed policies، لو في السياسات الحاليه والسياسات المقترحه، في نوع من انواع التوصيات، نوع من انواع ممكن بقى ان احنا نعمل فيها ملحقات appendices و other sources اللي انا باكد، فدي بتبقى خليني اقول لحضراتكم انها تمهيد بتعرض على صانع القرار اللي هيقدر ياخد القرار ان هو يبدا يعني بنديله بقى فكره عن المشكله او القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. انا برضو هخرج تاني من الباوربوينت عشان انا معايا اكزامبل دي اللي هي البوليسي بريف، خليني بس ايه احاول ان انا افتحه. ايوه بالظبط كده، هستوب شير وهبدا ان انا اعمل تاني شير علشان اضمن ان حضراتكم تكونوا شايفين الفايل او الوورد فايل. All right. This is an example of a policy brief. ده policy brief معانا فيها كل الكومبوننتس اللي انا قلتها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين لازم يبقى في تايتل، العنوان، وهنا انا كنت قلت لحضراتكم انها ليها علاقه بالهيومن رايتس، right؟ human rights violations، الانتهاكات اللي بتحصل لحقوق الانسان، والكلام ده في مالي ونيجر،
right. فهنا هنلاقي ان ده شكل الايه البوليسي بريف. الكلام ده هيتبعت لحضراتكم طبعا، هيبقى فيه فرصه احسن ان حضراتكم تجو ثرو البوليسي بريف دي، وعشان تبداوا تشوفوا ايه هي النقاط والكومبوننتس. انا طبعا هضطر ان انا اسرع شويه البيس او الوتيره بتاعتي، لانه احنا بالفعل الوقت بدا يعني قربنا ان احنا يعني مش عايزه ان الوقت يجري مني، وانا مش هكمل الحاجات كلها. تمام، هرجع تاني للباوربوينت وهستعرض مع حضراتكم نوع تاني من الايه من انواع اللي هي الانواع الشائعه بقى، خلينا نقول دي الكتابات او المراسلات اللي هي الدبلوماسيه. And this one is slide shows. دي هتبقى النوع التاني اللي هي letters أو اللي هي الخطابات. فأجان دي ليها صورة معينة لازم نحافظ عليها، ويمكن أنا استعرضت مع حضراتكم وأنا مش عايزة إن أنا I don't want to repeat myself أو يبقى في يعني redundancy أو تكرار. فالليترز خدنا بالنا إيه هي، بيبقى شكلها عامل إزاي والكلام ده كله، ومحتواها خلينا نقول بيبقى شكله إيه. تمام، في عندي كمان treaties and agreements اللي هي المعاهدات والاتفاقيات. again هي بتتطلب صياغه دقيقه، فبالتالي من اهم المراسلات الدبلوماسيه اللي يعني مهم جدا فيها التدقيق في اللغه واختيار اللغه بشكل محدد وواضح وشكل محترف، هي التريتيز اند اجريمنتس، لان زي ما قلنا دي بتبقى اتفاقيات ملزمه للايه الطرفين يعني. خلاص، هنا في عندي اشكال اخرى، في حاجه اسمها نوتس طبعا، في عندي حاجة اسمها نوت فيربال، أو في ميموراندا، أو في ليترز اتكلمنا عليها كتير، و اد ميموار، وفي حاجات يعني أنواع أخرى. تمام، النوت فيربال أنا يعني هستعرضهم برضو مع حضراتكم بسرعة، وأنا جايبة اكزامبل يعني على كل حاجة فيهم هستعرضهم برضو مع حضراتكم بسرعة. النوت فيربال اللي هي بيتقال عليها الرسالة أو المذكرة الشفهية، أوكي، دي نوع من أنواع المراسلة. هي اسمها فيربال، هي فيربال اللي هو شفهي، ولكن هي طبعا مش شفويه، هي بتبقى مكتوبه، right؟ هي بتبقى نوع من انواع الدبلوماتيك كوميونيكيشن ومكتوبه. وهنا بقى لو هتلاحظوا انه بدانا نتكلم على دي ليها سمه معينه او صفه معينه، which is ايه بقى؟ نوع الضماير اللي انا هستخدمها. يعني احنا عندنا مثلا في الضماير in English، طبعا كلنا عارفين الضمائر اللي هي البروناونز، right؟ هي البروناونز ان انجلش. ففي عندي الفيرست بيرسون، الفيرست بيرسون لما اكون بتكلم على اي او يعني بتكلم علينا وي، دي الفيرست بيرسون. السكند بيرسون اللي هو يو، او الثيرد بيرسون اللي هي الذي والهي والشي. فخلينا نقول ان النوت فيربال بتستخدم غالبا او دايما الايه الثيرد بيرسون، الثيرد بيرسون بروناونز اللي هي زي ما قلنا اللي هي الضمائر اللي هي الثيرد بيرسونز، يعني هي او شي او اللي هي الذي، alright. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان هي بتبقى مستخدمه في ايه، انه بتستخدم علشان توضح موقف مثلا دوله ما من قضيه ما، او يعني هي طبعا بتبقى نوع من انواع المذكرات الشائعه جدا، وعشان كده انا اخترت تحديدا الانواع دي، لكن في انواع كتير جدا، لكن دي من الانواع الشائعه جدا اللي ممكن حضراتكم تتعرضوا انكم يا تقروها يا تضطروا ان انتم تكتبوها. فهي بتبقى زي مقدمه كده عشان نبدا نعرض بعض القضايا او في مطالب، فبنبدا ان احنا بن 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 بتحمل بقى معلومه بسفر بحضور حد من الدبلوماسيين او كده. هي طبعا مذكره رسميه، لكن زي ما قلنا خليني انا قلت لحضراتكم ان الفورماليتي او الرسميه في اللغه درجات. عندي في درجه عاليه جدا من الفورماليتي، عندي less than formal شويه، وعندي الانفورمال. مش عارفه حضراتكم يعني يمكن احنا عندنا في اللغه دايما وحاليا قصه السكيل او زي تدرج كده، فبيبقى عندنا دايما تدرجات لدرجه مثلا في اي حاجه رسميه، مثلا هنقول الاكثر رسميه، الاقل رسميه، فالغير رسمي، لو حضراتكم قادرين تلاحظوا او تفهموا انا قصدي ايه.
فهي بتعتبر اقل شويه في درجه الرسميه، اللغه بتاعتها اقل رسميه من نوع تاني من المراسلات الدبلوماسيه اللي هي ايد ميموار. طيب انا عايزه استعرض برضو مع حضراتكم شكلها بصوره سريعه كده، لا قبل ما نشوف اللي احنا اللترز يمكن اتكلمنا عنها كتير. انا معايا شكل من اشكال النوت فيربال، عايزه ان انا استعرضها مع حضراتكم عشان اجان تشوفوها هي شكلها عامل ازاي وبيبقى شكلها ايه بالظبط. طبعا ده مهم قوي ان احنا يعني نبقى واخدين عينينا حتى واخده على الاقل او عارفين نقدر نميز الشكل ده ايه. خلاص ده اللاتر كده احنا يعني خلصناها. يس ذس از ذا وان، this is an example of not verbal. دي note verbal، هي طبعا اصلها يعني فرنش شويه، اللي هي المذكره الشفهيه اللي احنا قلنا عليها، لكن ستيل هي يعني مكتوبه وليست شفهيه بالرغم من اسمها. زي ما حضراتكم شايفين ده شكلها بيبقى، دي كانت مقدمه من سفاره دوله قطر، هي اللي مقدمه النوت فيربال دوا. فدي دي شكلها، وطبعا واضح جدا فيها اللغه، كان مهم جدا فيها يكتب التاريخ. وزي ما انا يعني اكدت او باكد مع حضراتكم او على حضراتكم انه الديت بيتكتب بالصوره دي لان هي دي الصوره الفورمال. اوكي، وبعد كده بيكتب تحت بقى هو موجه لمين. النوت فيربال بيبقى حضراتكم لو لاحظتوا ما فيهاش سيجنتشرز، يعني ما بيبقاش غالبا فيها ايه توقيع، يعني ما بتبقاش موقعه. اوكي طيب اللاترز خلاص احنا تقريبا يعني اتكلمنا فيها كتير قوي واستعرضناها كتير، بس خليني اقول لحضراتكم انه خلاص احنا عرفنا الشكل بتاعها نوعا ما، الا انه هي بتبقى انواع. يعني في عندنا ممكن نضطر ان احنا نكتب لاتر مثلا بسبب ان احنا we are congratulating سفاره معينه، بنهنيهم بعيد وطني باي ايا كان مناسبه رسميه، فده يبقى لاتر. alright في بعد كده ممكن بيبقى عندي لاتر مثلا في حصل ظرف او يعني حاجه مش لطيفه، وهي مثلا فقدان او موت حد من الاشخاص، فدي بتبقى بيتقال عليه لاتر اوف كوندولنسز. كل ده بيبقى ليها مصطلحات خلينا نقول معينه بتبداوا ان انتوا تستخدموها في كتابه الايه المراسله دي او على حسب طبعا. وممكن تكون في انفيتيشن، بنعمل انفيتيشن معينه لاتر اوف انفيتيشن. طبعا انا يعني مش عايزه بس ان انا اسبق السلايد، لكن اخر سلايد حضراتكم هتلاقوا فيها سورسز، انا في قاموس حلو جدا في الكلمات بالانجلش او التيرمز اللي هي الدبلوماسيه بالانجلش وبالفرنش وباللغه العربيه. وفي اخر الديكشنري ده هتلاقوا فيه العديد بقى من المصطلحات، هم الحقيقه مفردين يعني عدد حلو من الصفحات، عدد كافي على ما اعتقد من الصفحات لاكسبريشنز معينه، جمل كامله تقدروا حضراتكم ان انتوا تستخدموها في المكاتبات دي. طيب النوع بعد كده عندي الميموراندم، انا برضو خايفه انه ما يكونش السلايد باينه، فخليني هستوب الشير وهشيرها مره تانية علشان تبقى واضحه عند حضراتكم. ده نوع اخر من المراسلات الدبلوماسيه which is memorandum اللي هي المفكره. والميموراندم هنا خليني اقول لحضراتكم ان هي يعني هي جمعها ميموراندا، طبعا بتبقى يعني الوردز دي كلها of late Latin sorry origins من اصول لاتن، فبيبقى جمعها مختلف شويه. فهي دي بتبقى عباره عن ايه؟ مفكره، ان احنا بنكتب حاجه نذكر بيها يعني سفير او مينستر وزير او اي حاجه، بنذكر بيها حد، فبيبقى ليها اجان شكل معين في الكتابه، وهي اسهلهم على الاطلاق. يعني انا لو وريت لحضراتكم الاكزامبل اللي معايا من معايا برضو ميموراندم هنا حضراتكم تطلعوا عليها، حتى يعني it has to be short، مش it's not really that long. طبعا انا مش عارفه هل هي ظاهره، هحاول ان انا استوب شير وهشير تاني. اوكي ده شكل اللي هي الايه الميموراندم، بتبقى قصيره حاجه يعني بنذكر بيها بس كده لحاجه معينه
لكتابه معينه او مكاتبه معينه. طبعا هي اكيد لاس فورمال زي ما حضراتكم هتلاحظوا، وفي نفس الوقت ما بتلتزمش بقى بقصه التوقيع خالص، السيجنتشر ولا الديت او الكلام ده يعني. وات هاز تو بي بريف، لان هي it's some sort of a reminder. لو حضراتكم يعني فاهمين انا قصدي ايه، it's some sort of a reminder. all right. ده بالنسبه للنوع اللي هو برضو شائع اللي هي memorandum. خلينا نشوف بعد كده النوع. في حاجه اسمها ايد ميموار، دي بتبقى زي مذكره كده او مفكره مساعده، بيها مسميات كتير. if you google on this يعني ممكن you might find انه ليها more than one term، او بيطلق عليها اكتر من اسم. all right. لكن الاكتر حاجه معروفه اللي هي ايد ميموار، فبتستخدم again يبقى في حصل مثلا مباحثات ما او يعني محادثه ما بين مسؤولين دبلوماسيين، فبنحتاج ان احنا نسجل او نعمل زي summary او ملخص للديبلوماتيك conversation or the diplomatic interview، عشان ان احنا ما يبقاش فيه، يبقى فيه زي تسجيل للنقاط اللي تم استعراضها، وبالتالي بنقدر ان احنا نعملها في نوع المراسلات دوا اللي هو بيطلق عليه ايد ميموار. ليها again بتبقى صيغة أو شكل معين، it has to be brief again، وفي نفس الوقت ما فيهاش بقى لو قلنا في greetings أو عبارات فيها نوع من أنواع الكيرتسي المجاملة، لا هي بتبقى خالية غالبا من العبارات دي، و again ما بيبقاش فيها أي signatures ولا الأختام مثلا اللي موجودة، وبس لازم بتبقى متضمنة طبعا التاريخ. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم بنراعي حته انها بتكتب على ورق خاص بالسفاره. اجان انا معايا شكل لل الميموراندم، سوري للايد ميموار، عايزه يعني حضراتكم تشوفوا شكلها، وهو ده بيبقى شكلها. I hope again that you can all see this one. Let me stop. I'll stop the share and I will reshare it again علشان تبقى ظاهره لحضراتكم. اوكي. ده بيبقى شكلها date، it contains the date او التاريخ، وفي نفس الوقت زي ما قلنا as you can see it's يعني فيها bulleted، فيها numbers عشان نبقى دي ايجاز، it's some sort of a summary، فبالتالي بتبقى يعني محدد فيها النقاط اللي تم استعراضها. اوكي. فده شكل again من اشكال ال تمام. في كمان معايا انا يمكن قبل ما اخرج، في عندي الريبورتس، ده شكل من اشكال الريبورتس، ده هيوصل لحضراتكم، لان اجيان الريبورتس بيبقى تقرير مفصل عن حاجه ما، بيبقى ليه عدد صفحات معينه وشكل اجيان معين ولانجوج معين. طبعا انا استعرضت الحاجات دي معاكم بصوره سريعه جدا، ولكن لكل نوع منهم بيحتاج سيشن كامله عشان نبدا ان احنا نمسك جزء جزء فيه ونبدا ان احنا نتكلم عليه. وفي نفس الوقت the differences between اللي هي all these diplomatic correspondences، يعني الايد ميموار فيها حاجه، الميموراندم فيها let's say characteristics او خصائص معينه في الكتابه، فطبعا كل واحده منهم بتحتاج ان احنا نفرد لها سيشن كامله على اساس نعرف، وكمان المفروض بنتمرن او نتدرب عليها. حضراتكم بتبداوا بتكتبوا وتبداوا تستخدموا اللانجوج، لانه زي يمكن ما بدأنا السيشن لازم يعني البراكتسنج في اللانجوج أهم حاجة، ممارسة اللغة سواء تحدث أو كتابة بيشيل من عندنا حتة الخجل أو حتة إن أنا أبقى ريلاكتنت إن أنا أتكلم أو إن أنا خايف إن أنا. طيب في كومنت عندي في الشات، هل يتم مشاركة الخطابات السابقة عبر الفاكس او كنص عبر الايميل او كملفات وورد ام كملفات بي دي اف خطابات رسميه؟ يعني هي ممكن ان احنا نستخدم all of these دكتور سعيد، يعني ممكن كل الصور دي يتم ان هي استخدام. اوكي. طيب احنا ممكن نرجع تاني للباوربوينت، لانه انا فاضل لي جزء again يعني I find it really important، وهو انه احنا يعني دي بقى النقاط اللي احنا لازم ناخد نعملها يعني ناخدها في الاعتبار، السيمبلز الرموز. عايزه اقول لحضراتكم انه ساعات في بعض الاحيان بيبقى في عندي مثلا the honorable or so،
كلمة the honorable خلاص ما بكتبهاش كاملة، بكتبها abbreviated، بس ده مش مسموح إلا في أنواع معينة من المراسلات، فالسيمبلز أو الرموز، أو خلينا نقول الابريفيشنز. خليني ممكن أبعت لكم في يونايتد نيشنز عاملة كود معينة، كود للموظفين بتوعها إن هما إزاي يستخدموا السيمبلز أو الرموز، لأنه ليها rules معينة و it differs from one organization to another، بمعنى إنه من منظمة لمنظمة ممكن منظمة تقبل إن إحنا نستخدم symbols معينة ولكن منظمة أخرى لا تقبل. وبالتالي لما حضراتكم بتبدأوا إن أنتوا تتعرضوا يطلب منكم كتابة دبلوماسية، فيو هاف تو تشيك whether ال organization دي أو المنظمة دي ليها code ولا لا. Alright؟ طبعا اتكلمنا في ال terms of address وعرفنا structure and layout بالنسبة للبنية والتنسيق، يعني برضو احنا اتكلمنا الموضوع ده، والساين اوف اللي هي توقعاتنا هتبقى عاملة ازاي زي ما قلنا الانيشلز او الـ وعلى فكرة كمان مش هي مش بس انيشلز او الاسم كامل، بكتب كمان الرانك او البوزيشن بتاعي. ففي بعض الاماكن بتطلب، في بعض الاماكن يعني بيتكتب فيها I mean بطريقة again معينة. فخلينا نقول هي دقائق، يعني لما بدأنا قلنا انها بتتطلب دقة، فانا I was not lying to you، انا ما كنتش او exaggerating، ما كنتش ببالغ، انه بالفعل every single خلينا نقول حرف بتحطوه في المراسلة it has to be put in its right place، يتحط في المكان الصحيح بتاعه، or else هنبقى بنعمل حاجة خلينا نقول يعني it's not professional. alright؟ طب آخر حاجة بقى الدرافتنج، وهي زي ما قلنا الصياغة، هنا هيبقى ليها علاقة بالنيمز اند تايتلز اللي هي الألقاب، ببقى لازم أخد بالي أنا زي ما قلنا الأودينس. طبعا أنا كان عشان الوقت بس كان المفروض إن إحنا نعمل الحاجات دي بوست نومينالز والتايتلز والستاتس والرانكس، كل الكلام ده لازم ناخده في الاعتبار. في بعض الأنواع كمان من المكاتبات عايزة أقول لحضراتكم إن هي بتاخد بالها أو بتحط في الاعتبار references to previous communications. What do I mean by that؟ إنه أنا وأنا ببدأ المكاتبة بتاعتي I have to refer، لو هي رد على حاجة معينة I have to refer أو أرجع للمكاتبة اللي قبلها، يعني I have to mention this، لازم أكتب إنه أنا بالرجوع إلى المكاتبة رقم كذا بتاريخ كذا فإنه مثلا بناء عليه تم كذا 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 كذا. right؟ فدي ان انا بارجع او بعمل ريفرنس للكوميونيكيشن السابقه اللي قبل كده اللي حصلت ما بيني وما بين الاورجنايزيشن او السفاره او ايا كان. النمبرز احنا يمكن قلت لحضراتكم الديتس بتتكتب بطريقه، الطريقه دي الاوفيشال او الطريقه الفورمال اللي انا قلت لحضراتكم عليها، ان انا بكتب الاول الداي then name of the month it has to be in full، ما بكتبش abbreviation للname of the month ولا رقمه، يعني April April July July and so on and so forth. alright ال time كمان لو عندي AM و PM ببدأ ان انا يمكن مش في السلايد دي بستعرض ايه هي ال AM بتتكتب ازاي، لان ليها طريقة معينة، وال PM بتتكتب ازاي لو انا محتاجة ان انا اكتب الوقت كمان اللي تم فيه المراسلة. ف you have to be sensitive to all of these. alright punctuation طبعا ال capitalization، يمكن انا كنت فاهمة ان هيبقى معانا وقت اكتر من كده، كان لازم طبعا احنا نفرد جزء لل proper punctuation لان بيبقى فيه نوع من انواع ال common errors او mistakes في ان احنا نحط ال full stop امتى، نحط اللي هي علامات التنصيص او علامات الترقيم، بيبقى فيها نوع من انواع الاخطاء. و يمكن اكيد وصلت لحضراتكم في بوستس معينه بتبقى بتتعمل زي كوميكس كده بتضحك، let's eat grandma مثلا، فلما احط اقول let's eat وحطيت الكوما قبل grandma دي ادتني معنى، لو كتبت let's eat grandma without الكوما معناها ان احنا هناكل جدتنا. يعني can you see انه how sensitive this is supposed to be a joke، هي نكته اصلا، انه لو انا حطيت البنكتويشن بطريقه غلط فده بيغير المعنى. وبالتالي again في الكونتكست او في السياق اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم النهارده، سياق المراسلات الدبلوماسيه، يجب ان انا اخد في الاعتبار البنكتويشن بتاعي هيتحط ازاي. في نفس الوقت الكابيتال ليترز طبعا في حروف بتتكتب كابيتالايزد ليها اماكن معينه،
again يعني لو في امكانيه انا ممكن ابعت لحضراتكم الكود اوف يونايتد نيشنز، لان هو معايا بيبقى فيه جايبين هم امثله كتير، مستعرضين امثله كتير قوي على ان هم قايلين امتى نكتب الكابيتال ليترز والكلام ده كله. بس انا يمكن طبعا مش حابه انه احنا يعني يبدا الموضوع يمكن يستغل قبلها، ان الموضوع يعني يطول اكتر من كده. بالنسبه again حاجه ليها علاقه باللانجوج اللي هي the choice of your right words، في عندي لو حضراتكم متذكرين المودال فيربس، المودال فيربس زي الكان والكود والويل والود، دول انا زي ما لسه قايله لحضراتكم من يعني a couple of minutes ago انه عندي درجات من الفورماليتي. فاستغيير حضراتكم لاستخدام المودال، يعني انا استخدم would او could او may or might and so on and so forth، ده هيغير لي المستوى الرسمية اللي أنا بتكلم بيها. في أعلاهم في الرسمية المودل وود، أعلاهم في الرسمية، وده اللي بيستخدم في أعلى درجات الكتابة الرسمية يبقى وود، أقلهم شوية بنبدأ ينزل السكيل شوية لو هنستخدم كود. أوكي، فحضراتكم بنبقى ملمين أجان في اللي هي الطريقة دي أو الحاجات دي. طبعا دي صعب جدا ان تتلم في سيشن واحده، ده بيتفرد له سيشنز كتير، وبيبقى فيه نوع من انواع التمرين على الكلام ده ان حضراتكم تبداوا تلاحظوا الاختلافات دي. اوكي، حاجه تانية برضه انا هتكلم، ف يعني ما ينفعش اقول let me know saying let me know مثلا، لكن rather than tell me، لو tell me ده حاجه تشيت شات كده احنا اصحاب مع بعض، او مكاتبه اقل في الرسميه اجين. فاللي خليني اقول التراكيب اللي حضراتكم هتستخدموها again it will make a difference، وهتخلي حضراتكم that you sound formal or less formal. طيب انا كده بالنسبه لي الكونكلوجن انه زي ما قلنا كده انه القاسم المشترك ما بين او الحاجه اللي ما بين انواع الكتابات المختلفه اللي احنا استعرضناها النهارده، يمكن في انواع تانية انا طبعا ما كانش يعني we ran out of time، ما قدرتش انه انا استعرض مع حضراتكم بالتفصيل انواع المكتبات كلها، لكن في انواع اكتر من كده كتير. لكن الكومناليتيز او what do they share in common، كلهم اشتركوا في بعض النقاط المحدده، الا وهي ان احنا بنركز طبعا على ان احنا بنحترم الاودينس او الانسان المتلقي اللي انا بوجه له المراسله in the first place او في المقام الاول. again I do have to be ان انا objective يعني في كتاباتي، وفي نفس الوقت احنا في حاجه كمان تانية انه انا بتجنب اللانجوج. خدوا بالكم ان في حاجه اسمها الايموتيف لانجوج. يعني ايه الايموتيف لانجوج؟ يعني قصة لو حضراتكم ليكوا انترست في قراءات النوفلز والروايات، حضراتكم هتلاقوا انه اللانجوج بتبقى دايما ايموتيف لانجوج، فيها adjectives كتيرة وحاجات بتعبر عن المشاعر كتير. يعني اكيد حضراتكم هتقدروا تستنتجوا ان this is not acceptable في المراسلات الدبلوماسية. ف that's why they have to be objective وفي نفس الوقت يعني devoid of او خاليين من الايه، من الايموتيف لانجوجز، لازم يبقوا بيتسموا خلينا نقول زي ما قلنا الدقه، وما فيش نوع من انواع انا ما بعبرش عن وجهه نظر شخصيه، ولكن انا بنقل وجهه نظر مؤسسه او سفاره او دوله او ايا كان. وبالتالي قصه البروناونز زي ما قلت لحضراتكم، البروناون واحنا قلنا انه ان انجلش في عندنا انواع، وفي اللغه العربيه اكيد او كل اللغات فيها الفيرست بيرسون وفيها السكند بيرسون اللي هو ضمير المخاطب او ضمير الغائب او الكلام ده كله. فانا ببقى زي ما قلت لحضراتكم ان في نوع من انواع المكاتبات اللي هي كانت النون فيربال بنستخدم فيها الثيرد بيرسون، مسموح ان انا استخدم فيها الثيرد بيرسون هي والشي، لكن في بعض الانواع الثانيه this is not acceptable وبيعتبر خطأ في ميجر كمان في او جسيم، خطأ جسيم في المكاتبه اللي انا بعملها او بقوم بيها. يعني خلاص كده، دي اخر سلايد. طبعا دي الريسورسز اللي انا، ده هيبقى الاول ريسورس، ده الديكشنري اللي انا برشحه جدا لحضراتكم، لانه في 3 languages Arabic English هو تاريخه 2004 البابليشنج بتاعه، ف it's not really يعني يعتبر انه كويس. وفيها في الاخر لحضراتكم استعرضته هو حوالي 600 pages، هتلاقوا ان فيها في الاخر اكسبريشنز كاتب لحضراتكم ايه المراسله او ايه الموقف والاكسبريشن المناسب
بترجمته باللغة العربية، علشان لو احنا لسه ستيل بنحاول ان احنا نرتقي يعني باللغة الإنجليزية. في عندي كمان articles، دول articles كانوا أنا I found them really important، لأن فيها ال differences بقى اللي أنا بقول لحضراتكم عليها، الفروق ما بين كل نوع من أنواع الكتابة بأمثلة. وطبعا هيبقى انا يعني I apologize for انه دي كلها كانت سكرين شوتس، فيمكن الكتابه ما كانتش واضحه قوي. وفي نفس الوقت انا بعتذر انه احنا كنا محتاجين طبعا نعمل يعني practicing more than this، ويبقى في interaction between the two of us. انا اتكلمت كتير، فانا كنت حابه طبعا اسمع من حضراتكم واتكلم، لكن يمكن عشان اول مره والرهبه اللي دكتور تقريبا سهيل قال برضو عليها. انا بشكر حضراتكم جدا، واتمنى، انا سعدت جدا بلقائي معاكم، واتمنى ان تكون يعني استفدتوا بالفعل من العرض ده. وكل التوفيق وكل الشكر لحضراتكم، وكل الشكر طبعا للمركز. شكرا دكتورة فاطمة هاني، بطبيعة الحال الاستفادة ثابتة. You dealt with the subject, with the topics, you gave examples, and we are so happy to have you with us in this diploma. Of course, all the resources you shared on the webinar will be shared also in the WhatsApp group. The recording will be found on the Drive, Google Drive also, if someone would like to download it. Thank you so much. We hope to see you again next time, next Thank you. session. Thank you so much. Thank you. Best of luck to all of you. Thank you. Thank you. The third axis, international public law and international organizations, القانون الدولي العام والمنظمات الدولية, will be next Sunday at the same time with دكتور عمر بن عيشوش. تحياتي للجميع. دكتورة شكرا جزيلا لك, شكرا وشكرا على لحضرتك. الشرح المستفيد. ننتظر أن تبعتي لنا النماذج عبر الواتساب, وإلى ذلك الحين أتمنى لكم أمسية سعيدة.